exercițiați mutre că purtu diagraf de ona som de degré sortant e som de degré rentrant e adad al arat. اوكي هيدي كتير بتشبه اللي نحن عاملينه بالجراف العادي اللي هي مش بالدياجراف. دونك نفس الفكره وراح نعملها بالريكيرانس على عدد النمبر دارات. اوكي لي دوغري سورتان هالمره راح يكون عدد قد عدد دوغري رونتران قد نمبر دارات. دونك اون فالو فير سور ريكيرانس سور par récurrence sur le nombre de petits e de d, يعني هو le nombre d'arêtes. أول شيء si e de v 0 شو يعني ما عندي ولا arêtes. يعني الدوغري سورتان هن 0 والدوغري رونتران هن 0. دونك l'hypothèse de récurrence اللي نحن عم نجرب نعملها يعني sum des degrés sortants هي زيتا رونتران هي زيتا e de d 0. دونك إذا فهمانين هيدا البروف كثير بيشبه رح نعمل نفس الإيدي. دونك هلا سوبوزون كو سيتا فري بور كمان لنفس البروف لحتى ما نضيع رح نسميه دي بريم ودي. سوبوزون كو إلي فري بور ان دياغراف دي بريم يلي عنده عدد الرات ان دونك الدوغري دو سورتان هي زيتا دوغري دو رونتران بي دي بريم اي اون فو مونتري بور ان دياغراف يلي عنده ان بلس ان الرات. اوكي نفس الايدي يعني هلا رح بلش هون بلش بدياغراف عنده ان بلس ان الرات شيل عرات واحدة ترده يصير عنده n عرات و utilise l'hypothèse de récurrence. Donc soit de un diagraphe tel que E de D c'est n plus 1 بدي شيل لكينا عرات. بس هلا نحن عم نحكي عن diagraphe يعني صار السنس له معنى مش مثل عرات عادي يعني ما في يقول x y عرات بدي يصير احكي عن هيك x y r. دونك بدي شيل اكس يغريك مش اكس يغريك ارات بدي شيل ار اكس يغريك. دونك سوا اكس يغريك بي او دو دي بدي شيلها دي بريم سي دي موا اكس يغريك. دونك انا اكيد هلا انه قد ايه صار عدد الارات او دو دي بريم سي او دو دي موا 1 يلي هي ان موا 1. دونك هيدول كلهم الاو دو دي بريم عم نحكي صرنا عن الارك. اوكي بس اللي نفس فكره الارات الفرق بس في لهم فلاش دونك من اكس لا يجريك هاي اكس لا يجريك يعني في هيدا الفلاش هيك. اوكي شلناها هلا ليبوتيز دو ريكيرانس صار في يستعمل على دي بريم يعني لو نوب دار داك بدي بريم هو سام دو دوغري سورتان بدي بريم و سام دو دوغري رونتران بدي بريم. هلا رابيل شو هن اللي ان بلس دو في هن سورتان من في يعني هن في اكس. اوكي ان بلس دو في هي لي اكس بالدياغراف تك في اكس هي ارك. نحن شو عملنا بس لكم نحن شلنا اكس يغريك يعني الاكس يغريك كيف شكلها ما فرجيكم اياها. الاكس يغريك هي الارك دونك هي بدي اشوف وين الايغريك وين الاكس هون بتفرق مش الايغريك بالفازيناج دو اكس والاكس هي بالفازيناج دو ايغريك لانه عندي سورتان وعندي رونتران. دونك اذا انا عم بحكي على الارك اكس ايغريك صارت الاكس بالفازيناج رونتران ايغريك يعني بالان موان دو ايغريك. اوكي اكس صارت بالان موان دو ايغريك يعني اي دوغري فرقوا دي موان دو ايغريك بالدي صاروا نقصوا 1 يعني بالدي بريم. اوكي دونك بالدي بريم انا شلت هيدا الارك يعني الاساسي ناقص 1 بالنسبه للدوغري سورتان دوغري سورتان للايغريك. هلا كمان نفس الشيء شو بيتغير بالنسبه للاكس الدوغري رونتران ولا الدوغري سورتان؟ لا الدوغري سورتان لانه الفلاش هيك. دونك الـ Y وينا هي بالـ N plus 2X هون N plus 2X لابد تكون بـ T مش بـ D بريم لأن نحن شلناها للـ XY. اوكي مكتوب XY ستنارك بـ D بالدياجراف الأساسي دونك N موا و N plus عم نحكي بـ D الأساسي. دونك هيدول دونك هيدول صاروا بـ D الفازيناج سورتان الفازيناج رونتران بـ D. دونك تغير اللي تغير الان بلس
بي دي بريم نقص من الاساسي موان ان، والدي موان دو ايغريك كمان نقص نقص موان ان دوغري بين الدي وبين الدي بريم. برجع بعيد ليه؟ لانه شلت الارك اكس ايغريك. دونك الفازيناج سورتان الايغريك هي بالفازيناج سورتان لاكس، والاكس هي بالفازيناج رانتران للايغريك. لا نكف نوك هلا صار بدي ارجع هيدي، نحن معنا هيدي الايجاليتي جو في رامبلاسي بدي ردهم للدي. دونك هاي بار ديفو نحن قلنا الاو دو دي بريم سي او دو دي موان ان، وهيدول كلهم كمان مثل فكره الاو دو جي الجراف مش الجيوغراف نفس الفكره. دونك هيدي السم ما تاثرت بين الدي والدي بريم الا على بوان واحد اللي هو مين؟ الاكس. وهيدا كمان كلهم بقيهم هن زيتهم نفس عدد الدوغري بي دي او بي دي بريم ما عدا مين؟ ما عدا الايجريك نقصت وحده. دونك رح نقسمهم. نحن عنا هيدي الايجاليتي نكون عم بعملهم دغري بما انه بنعرف طريقه الشغل او عاملينها قبل. دونك او دو دي موان ان هيدي قايلينها. بدي اقسم الصم دو كل الدوغري سورتان ما عدا الاكس بي دي بريم plus le degré sortant de x égale somme que le degré rentrant bv ma adal y plus le degré rentrant tabar y. معنى l'égalité من فوق on remplace la نرجع نرد دون la d. donc هيدي نقصت moins 1 وهيدي نقصت moins 1 بينما هيدول اثنيناتهم نفس الشيء bd و bd prime ما تأثروا وهيدول اثنيناتهم نفس الشيء bd و bd prime. donc le moins 1 شلناها من ثلاث دايميلات وهيدول صاروا شو sum de degrés sortant كلهم سوا ما عدا الاكس رجعت زدت الاكس sum de degrés rentrant كلهم سوا ما عدا الاي رجعت زدت الاي. دونك صار سمي دو تو لي دي بلس دو تو لي سمي وان صار دي موان دو تو لو سمي. دونك هاي صارت هيبوتيز دو ريكورانس فيريفيي.